السلام عليكم. اليوم رانا في ملعب تيزي وزو وعندنا الصور تاع اليوم تاع الملعب هذه، واللي تظهر انه الاشغال اخذت وتيره جيده جدا، حيث اننا نلاحظ ان العشب الطبيعي بدا ياخذ لونه الاخضر الجميل، وكذلك بالنسبه للعمليه تاع وضع الكراسي في الطابق العلوي تعرف يعني تقدم بالحوض، هذا الشيء يثلج الصدور. ونخليكم مع نهاية الفيديو. السلام عليكم.